ضم الغفاء عالي صوتي عاوز حقي ده ابتلاء من ربي يبكي مصلح نفسي البقاء جداء خالد سعيد مروى الشربيني شهداء شعر كتابة سؤال ملوش إجابة أصلنا ماشيين بقانون الغابة عشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة علشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة لازم تكون مع الديابة yeah. مصر بلدي الأمن والأمان مصر بلدي الأمن والأمان بس إحنا من حكومتنا بنتهان فاكرين الشاب خالد ما كانش ليه في أي حاجة كانت فوق بيته وإنه يصرف على أسرته وتزيد محبته ما بين أهله وناس عدته لغاية لما جه الدين من حكومتنا الغبية اسمهم تحت شعار إجرارة الداخلية نزلوا عليه في قلب منطقته الرحمة اتشالت من قلوبهم وصلت معاهم لدرجة قتل النفس الولد وقع على الأرض باصص لربه مستني حد يساعده وطبعا ما حدش قادر يعمل حاجة بيقول دي حكومة يلا بينا يابا اخد الولد معهم في العربية لغاية لما طلع السر الإلهي نسكوه ويجابوه في نفس مكانه ويغابوه ضميرنا فاق هعلي صوتي عاوز حقي ده ابتلاء من ربي يمكن اصلح نفسي البقاء لله خالد سعيد مروى الشربيني شهداء شعرك كتابة سؤال ملوش إجابة أصلنا ماشيين بقانون الغابة عشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة صدقيني خفت منك رغم انك برد امي وان همك هو همي لازم اشعر بالامان لما خدني بدفع حضنك بس والله صدقيني واعذريني خفت منك ايوه والله خفت منك لما شفت الظلم السايد والفساد على بدرائك كل يوم يفقس ويكبر والهموم في قلوبنا تكتر وانتي برضو زي ما انتي فاتحه لكل دراعاتك اللي صاين واللي صانك اللي حافظ اللي خانك اللي ايده نضيفه زيك اللي عايش العمر كله ينهب فيها فريق كلهم يتساوى عندك وافتكرتك افتكرتك وانت ساكته على اللي ظالمني واللي ظلمك اللي هيني واللي هينك اللي بيموت نهارك واللي غايب بكره عنك وانت ساكته وفاتحه لكل دراعاتك لما قطر المد فاتك ليا عندك الف حق نصرخ باعلى صوت وانخلع من السكوت حتى لو اصرخ واموت ضميرنا فاق هعلي صوتي عاوز حقي ده ابتلاء من ربي يرضي مصلح نفسي البقاء لله خالد سعيد مروى الشربيني شهداء شعرك كتابة سؤال ملوش إجابة أصلنا ماشيين بقانون الغابة عشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة عشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة لازم تكون مع الديابة أيوة بلدي حق فيها ضايع أيوة بلدي عايش فيها بأمر واقع أيوة بلدي هي فين مفيش عدالة سؤال ملوش إجابة شعرك كتابة قانون طوارئ تلفيق قواضي ساب علني إزاق بالسمعة نزلت العيني دمعة عاد بيحصل مصير مش مخير أصل الفكرة لازم تغير من طعم الظلم ما بقتش عارف أفرق من كبير ومن صغير من فرض السلطة عليا خلاص بقيت ضحية في الدنيا دية بلد الغزة والمحسوبية الغلبان ملوش مكان في بلدنا دية أيوة هي دي القضية خالد سعيد مروى الشربيني وكمان شهدائنا على الحدود هتحاول تهرب من النظام هتلاقي طريق مسدود أيوة المبدأ هنا مرفوض أيوة ضميرنا فاق هعلي صوتي عاوز حقي ده ابتلاء من ربي يبكي مصلح نفسي البقاء لله خالد سعيد مروى الشربيني شهداء شعرك كتابة سؤال ملوش إجابة أصلنا ماشيين بقانون الغابة عشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة عشان تعيش في الدنيا لازم تكون مع الديابة لازم تكون مع الديابة القيصر نظرا من اعالي شفت انا اسعر في الغالي شفت انا ناشي انا ايام وليالي طب ليه يا زماني تيجي على الغلبان وتسيب العالي في بلدنا ماشيه محسوبيه احلام ورديه اسعار رمزيه والدعم كل ده القضيه تحت شعار جنب نفسي الكل ده كرسي محلم بالسلطه تحت اسمي والشعب مش هاممني بنظريه الحكام ناسين الضحيه اللي في لبنان مروى الشربيني شايف ده بجد لا جدال فين حق المسلوب هي عافيه ده الاسلوب والشعب راضي وانا مطلوب محبوس في بلدي جوه شبكه عنكبوت احلامي رميت الضحى بلعها حوت مبقاش جوايا قوه للصمود